حديد. عمري راح في البص على الفلنكات ليل نهار. وقف كده ليه؟ ما تركب. مش عاوز اركب القطر يا صلاح. الواد عدو ابني مش عارفه طلع القطر ولا لسه. بيقول لك يا حاجه اي حد يلاقي الست دي يوديه. يوديني فين؟ حاسس ان انا مش هشوف الولد ده. ليه يا عبد؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبد؟ يا ولاد الكلب. انا عبد. ساعة ونص. الثلاثاء في هذه الأوقات على قناة ARTE أفلام واحد.